يا الو فايزة، الو، مساء الخير يا فندم. مساء الفل، اهلا بيكي. لو سمحتي انا بس بتصل علشان انا عايزه اعتذر لجوزي، وعايزه اقول له حقيقي انا بحبك قوي، وانا اسفه جدا جدا ايه ده جدا لاي حاجه زعلتك. شيماء، ايه كلامك ده؟ انتي خطفتي قلبي، يا رب يكون سامعنا. طب هو شايفنا دلوقتي ولا ايه؟ ما تعرفيش ولا نسجلها ونحطها على السوشيال ميديا عشان تبعتيها له؟ يا ريت يكون سامع، انا فعلا بحبه جدا وانا اسفه لاي حاجه زعلته. متشكرة أوي. شيماء 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 قفلت. والله ما كنت هسألك عن تفاصيل، ان انا ضد التفاصيل اللي في الحياة دي بالمشاكل، بس انتي رسالتك كانت فعلا رسالة من القلب للقلب. يا رب يا جوز شيماء تسمع رسالتها وتقدر ان هي طالعة بتعتذر للعالم كله، قدام العالم كله بتعتذر لك، والمسامح كريم، وعشان خاطرنا ربنا يكرمك يا رب سامحها بقى، عشان خاطر بيبي لوكا برضه يسامح. ويا ريت تبعت لنا، والله يا ريت تطمنونا، تقولوا لنا ان انتوا اتصالحتوا. شيماء استنى تكلمينا حتى لو من ورا الكاميرا، يعني حتى لو مش هتطلعي على الهوا، بس تكلميني تطمنيني.